السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الثالثة من تختيم لعبة Lies of B. قبل لا نبدأ لا ننسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، في نهاية الحلقة اللي راحت رحنا المصنع وأنقذنا الحبيب بنيني اللي هو هذا هدوميته، والآن جيبتو يبغانا نروح الكنيسة وننقذ شو اسمه الناس اللي فيها. إلى الكنيسة هيا بنا. لا أذكره بعد أن في هذه المنطقة من قابل الشخص اللي يقدر يحول اللي هي شو اسمه الأشياء اللي نأخذها من الباصس لأسلحة، يعني بيصير نقدر يصير عندنا أسلحة الباصس. طبعا هذه الأشياء تنفجر. طبعا هذا الباص يعتبر اول باص يعتبر صعب في اللعبة، عنده صحتين شو اسمه خطين صحة. اهلا، انا جوا من الصوت. ممكن اني اضربه. ايه يا غبي، نايس. نطلع من هالمنطقة واتوقع نوصل الكنيسة بعدها. او اوكي، هذه المنطقة تعتبر طويلة شوي. ملا قاعد يرمي علي. لحظة بس. 1 2 3. نايس، وش يعطينا هذا؟ بورتس. اوه سلاح بيج بايب. اوكي، اتوقع هذا السلاح بطيء لكن اذا يسوي دامج ممتاز البطء عالي. اني اسمع صوت. ليش صار احمر عنده هجوم قوي؟ نايس. اوه دارك مون، هذا الحين شو اسمه الشيء الثاني اللي احتاجه عشان شو اسمه اطور اسلحتي. اوتش، انا رحت لي طوعي. نايس، اعطانا اميرات. اوكي، يزيد الوزن عشان لو صرنا اخذنا سلاحين او سلاح ثقيل
ما نصير بطيئين في الرول وهالحاجات والداج. مول لايت تاون، مدينة قمر شو اسمه، مدينة ضوء القمر. اوكي كده ترجمتي تماما. يقول هالأجساد دي هل من هالمدينة؟ يقول هل كان من سبب الدمى؟ من اللي يطلق علي؟ لحظة بس اقدر اجيك صح؟ اوه انت بتجيني ما شاء الله عليك كريم كريم. ما نقدر نصعد الى الاعلى. اوكي مدينة ضوء القمر سكانها كلهم ميتين وجيميني يظن ان هذا بسبب الدمى البابتس. أنا جيت من هنا صح؟ أوه اللي لو قا شاهدني لا أحد شاهد يشاهدني وش اسمه ما لعب اللعبة أنصحك بقوة 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 إذا شفت عليها أقرب عرض اشتريها ولعبها. اللعبة ما تفوت خصوصا إذا تحب ألعاب From Software تحب Bloodborne تحب Sekiro. هذه اللعبة تعتبر ميكس بينهم كلهم. لا نصف قمر نايس. Moonlight Town Guide يقول لك المدينة هذه تعتبر في أنزل مكان من هال شو اسمه هال المدينة. نايس اوكي هذه الجهة الثانية من ال من الجسر. اوكي اوكي يا غدار اي هذا هو الجسر. هارو كل المكان ممتلئ دمه ما في احد. انا ادري ان لعبت اللعبه قبل فادري ان في احد. اوكي هذا فخ اذكره فخ. نايس ايزي وعندنا صندوق هنا ايش بيعطينا؟ وركشوب جيم ستاندرد اوكي وركشوب ستاندرد اوكي هذا حق الاسد ها؟ واتوقع في هالمكان هم يعطوني مكان للشيء اللي بحتاجه في هالمكان. نايس البوابة لو سمحت
نايس. مامامية اتوقع احنا في بيكون في قتال ان بي سي، اذكر كان في قتال ان بي سي هنا. فهذا القطار او المترو او العربة يودينا الى الكنيسة، بس لازم دقيقة بعض الاحيان نحتاج نقتله، بعض الاحيان ما نقدر ما نحتاج نقتله. Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there, I still don't know what happened. If you're determined to pass, you must... Are you... Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower... Okay, they're not going to kill her like that. I'm as good as dead. A sinner who I have no right to stop. That's not enough there. Please be safe up there. Nice. هيا بنا إلى الكنيسة. طبعا أتوقع إذا ما سويت شيء اتقاتلك، بس لأنك كذبت عليها. أنا أذكر في المرة الأولى لعبت اللعبة أوف قاتلتها فيها. أوكي وصلنا. I recognize dead puppets. That's to be expected. But what is that? Okay. الآن وقت نوع جديد من الأعداء. بعتبرهم الزومبيز. زومبيز بس بنوع مختلف. صريح. اوكي هذا اللي صار في هالمكان، كل الناس تحولوا الى زومبيز. شرب. هلا نجرب الإيد الجديدة. نايس. متأكد إن هذا ينكسر. في واحد اثنين ثلاثة تحتي. نايس. لا في واحد هنا بعد. سأقتلكم جميعا. لن أدع أحد منكم يعيش. نايس اوكي لحد الان ما وصلنا الى الكنيسة. اتوقع جربنا. What's their problem? Wait their bodies are strangely altered. What's going on? Keep those eyes of yours open. ان شاء الله يعجبني بنتبه. وصلنا إلى الكنيسة. إنها الأم. من هنا شي جانبي. في ان بي سي أتوقع أذكر. ووب. عشاء. ما قدرت أنط هالنطة على الارتفاع البسيط.
الكنيسة فيها أعداء قويين مزعجين. أوه أنت أذكرك تكون مهم. أنت مهم أصلاً للقصة كاملة. جيناجو. Many substances, the gold coin fruit. Can you let me know if you find it? The people of ancient, they cried, if you can... شي ثاني استخدمه للعلاج. هذا حق البريك. All right. I'm headed to the Saint Francesco Cathedral. You can find me there if you need me. بروح الكنيسة. أنا بعد رايح الكنيسة يا حبيبي. فوجهتنا واحدة. The king wishes. Oh, the Bobbit قاعد يقاتلوا الوحوش المتحولين. وصلنا الكنيسة. إذا نين في واحد، أوكي في عدو هنا هذاك قوي اللي في النص. أوكي لحظة. Let's go big guy. والله شغله اضعف مما توقعت. اوه شفت كيف راسه طار. نايس. وصلنا الى الكنيسه ندور على الارك بيشوب عشان ننقذه. متاكد انه بيكون عايش وبننقذه او ما صار لي شيء ما تعرفه. بيكون سليم ما شاء الله عليه. Saint Francesco Cathedral Chapel. Oba. Okay. طبعا هذا هو هدفنا النهائي. يبغونا نوصل تحت الى هناك. انا بخلص المنطقة كاملة بحاول عشان اخليها في فيديو واحد افضل. اوه اذكر هالمكان المزعج هذا يسبب شيء لو دس عليه. ديكاي ايه. اللي يبغى يقاتلني يجي هنا. نايس. الحين فيها نفس مرحلة أنو لوندو في دارك سورس 1. هذاك الكبير بيكون قليل أدب بيطلق علينا أشياء. اوكي نحاول نقتل هذا. نايس. Get out of here fatty. كيف نروح هنا؟ من فوق. اوكي
Got it. ننزل من تحت من فوق. كيف ننزل من تحت؟ اها سيكريت. Get out of here. Ouch. أهم شيء ما نطيح ونرجع نسوي كل هذا من جدة وجديد. تبيه لا تطيح وتموت. هذا أهم شيء لنا. أليس كذلك؟ نعم. أليس كذلك يا عبسي؟ أوكي هذا المزعج الحين. هلو. اوكي هنا الخوفة كلها اني اطيح. اوكي بسم الله. نايس. انطحت باموت. انتبه. يبغون نروح من هنا ها؟ اوكي ممتاز. لا 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 ليش يا ولد؟ اوكي. اتوقع الحين اذكر اوه هذا هو الفخ. في فخ قريب نحصل له شورت كات. لا 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 حيوان انقلعي. يقول لك الارك مش ابدد. يقول لك للحين عايشين يهربوا. دقيقة حبيبي دقيقة. اتفاهم اياها هذا اول شتا اتفاهم اياها. اوف ما خلصنا للان. صح هذا نرميه عشان اللي تحت ينشف. نايس. وتشوف في مكان سري بس اتوقع نحتاج مفتاح. نايس. اتوقع في مكان سري. فوق هناك. alright وصلنا لمفترق طرق. هنا نحتاج نكمل. بس قبل هنا في شورت كات. اوتش. اوتش. اوكي خليني اصير صبور.
ضربة وتموت، ضربة وتموت، ضربة وتموت، خلاص. نايس. الآن نحصل مكان الباص الأخير. أوه. جاينك اللي فوق. طلعت للحفرة، في حفر في الأرض. لحظة بس انت. اوكي، تحت في كمان كم نحتاج نروح. احنا نحتاج نروح هنا، ترى خلينا نروح تحت. اوتش. نايس. ليجن كاليبر. يقول لك هالمكان ملعون، ومن الحاجات هذه. طلعنا من الجهة الثانية. نايس. اوبن اب. هلاو. اوكي، يبغون نرمي هذا عشان ننظف هالمكان. الغدر. اوكي، بيكون في اعداء واجد هنا. هذا هو، شوف هذا هو مكان الباص الاخير، بس بغلينا نروح نجي من هناك. تالي. عشان لا يصير فينا شيء. يا. كنا صممنا. يعجبني الفنش حقهم، خلوني اقطع راسه. اوكي، هنا انا محصل اللي يبيع او اللي يحول ارواح الباصس الى اسلحه. مع انه ما ادري، يعني لازم بيصير عندي سلاح باص، لان اسلحه الباص تعتبر دائما افضل من الاسلحه العاديه. اليدورو. I'm looking for. Do you know of a place?
Vanini works. تقدر تلعب عليه وتروح لي. But I, with no first-hand knowledge, I have a lot of searching ahead of me. Since you're so helpful. هذا هو. هذا حق البريد ماستر. هذا حق اللي هو الشرطي. وهذا حق المال المصنع. ويعطوك بعد اللي هو ايش اسمه اميرات. هذا ممتاز. بناخذ هذا. اوكي وقت مواجهة الباص. هيا بنا. هاي هذا اللي كان لابس النقي نعم مو وجهه الحقيقي. ما شاء الله عليك حدك كيوت. هذا ما اتوقع اني اغلبه في اقل من 5 محاولات. نايس. ها ها بوم بوم نايس. تعال الحين الصعوبة هي في الفيز الثاني حقه. طبعا هذا اول مرة لعبت اللعبة عانيت معاه. هذا هو الجسم الحقيقي بس ما من قاتله من قاتل هذا شو اسمه لان هذا صعب مقاتلته. وجهه فم في اسنان ما في وجه يعني. ارزعاي لحظة عمي لحظة من واجهنا هذا.
نسيت كيف اسوي داج لهذا الهجوم. حرقه. نايس ايزي. محاولة واحدة بس. نايس فيري فيري نايس. اوه شوف شي غريب، كل الأرقو اللي يطلع من الباسس يروح مكان، كل الباسس اللي غلبناهم الأرقو حقهم يروح مكان. أوه. هذا هو العقل المدبر لكل شيء في اللعبة. المسرحية أو شو اسمه جاهز. I want to go back to the old Krat. The only before the greed overtook me. اوكي هذه نقطة ممتازة اني اوقف فيها حلقة اليوم. اتمنى ان الفيديو عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.